طبق الحناشي وبقية الكيب والضحكة جارانتي. نوفيل جيلي غاسيون اي اف ام احلى راديو من 8 ل 9 متاع الليل. انتم تسمعوا في مع حاتم على اي اف ام احلى راديو. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. انتم تسمعوا في اي اف ام بطبيعه. مادام حاطين اي اف ام مش باش تسمع، لازم تسمع كان اي اف ام. اهلا ما يمسي صباح لبيس. الحمد لله. حلو خسلت وانفان خسلت بعد 3 شهور باش خسلت تبدل خاطر اللون نتاعي مش كان ازرق ولا بيض ولا كيك سمير مع مي. مرحبا، شنية أسباب بكاء طارق الفتيتي نائب الثاني لرئيس مجلس النواب على المباشر؟ اسم ينضاف اليوم لقائمة زعماء تونس بعد فرحات حشيد والحبيب بورقيبة وغيرهم. أهم الحيثيات اللي تخص ملف حالين الفانا. لطفي المرايحي عنده الباقيت ماجيك اللي حكي لنا عليها حاتم بالحاج البارح. برشا واحد برشا اخبار. مازال فما اكثر معاك نكتشفوا. اي وليد تاب بديت تخوف الخبره. شبيك لبست مريات ونقصت نظر مستانسه قبل تلبس مريات. اي تلبس كان لي ماخك زاده مش كيما برشا عبيد. زوكربيرغ شكون برشا عبيد شكون تقصد؟ تو نحكيو عليهم بعد. نحكيو على الغرف المظلمه اللي يصير فيها مرياتات. قلت حاجه كيف غير ندير. اهلا بكم مره اخرى. اليوم الجمعه، اليوم برانسيب يشبوا لبعضهم الايامات الكل. دونك فوالا نحاولوا ناخذوا دي زيكستري يكونوا معناها خفيف، ولو انه نلاحظوا اللي فما كيفاش يقولوها، فما مبادرات، فما حركيه في السياسه، في هذه الجانجل الغابة السياسية. يظهر لي الجمعة هذه عشنا حاجات ياسر بهيم. مثلا الكلام اللي قاله محافظ البنك المركزي، معناه رجع العبد الكل حتى لسقيها على التراب، معناه لي بيس يختار. هاي هذيك واقعنا، والواقع متاعنا نحن نعرفوها، ما حتى حد ما يتحمل مسؤوليته. وحتى فما لا غير دي ديكلاراسيون، مثلا عياض اللومي كان قال الغوفرنمون شهد فالسيفي لي شيفر دو لا بي سي تي اي نا با اي لا بي سي تي نا با رياجي. معناها كلهم متقلقين من الكلام الحقيقه المره اللي تقول فيها البنك المركزي. وحتى فاضل عبد الكافي اللي قاعدين نراو فيه الايامات عنده ظهور جديد وظهور مدروس في الإعلام، هو معناها في نظام الأفاق تونس. دونك نفهم وقت عياض اللومي يقول هكا، خاطر وقتها كان فاضل عبد الكافي وزير المالية، دونك بين ظفرين ينجم يتحامل نوعا ما من المسؤولية. لكن هو قال لي وقتها نحن عطينا ضمانات الدولة خاطر وقفت الزنقة بالهرب، والدباب قاعد يتحل، والناس زاد حاجة باهية وإيجابية اللي الناس قاعدة تتفاعل مع قانون مالية، والناس تناقش وحتى بختو، وراه بشوية بشوية معناها وقتاش يولي المواطن بلوزوما، ولو الكلمة تشلكت زادة كيما برشا كلمات هنا في تونس، الوعي متاع المجتمع. أنا جو بريفير الكونترا سوسيال، معناها العقد الاجتماعي. علاش؟ خاطر ماكش بالضرورة يلزمك تكون مختص ولا تفهم الأرقام، خاطر برشا معناها لا ماجوريتي الأرقام ما يهتموش بها، وحتى نحن معناها إنه معناها أكثر حاجة تقلقني هو كي نقرا الأرقام، ولا كي باش نبدا نحكي على الشأن الاقتصادي ونعتمد على أرقام، خاطر ديما الأرقام يلزمك تكون مختص. والناس فينالمون ما مثلا تنجم تعطيه التدين ونسبة التدين وتعطيه نسب الكل والنمو اللي تحب انت، هو علاقته بالارقام وقت يمشي يقضي يهز قفة ويلقى كيلو فلفل كيما توا ب 4000 واش، ويلقى البطاطا قد كعبت العوينة بدينار و 300 الى اخره. هذاك هو الارقام، غادي كتولي الارقام تخصه هذاك بيان سور حيته، معناها هو
هو مش مطالب. دونك العقد الاجتماعي وقت ايش؟ وقت الناس ما تحبش مثلا تعرف الارقام كل شيء، ما عندها ثقه في 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 الناس اللي انتخبتها واللي هما باش يدافعوا على حقها، ولا حتى كان فما حاجه باش تزيد ولا فما اداء جديد يكون جوستيفي. ما نعملوش اداءات باش نزيدوا ميزانيات نتاع مؤسسات اللي هي معناها ديجا ميزانيتها قويه، ولا باش تعمل ديزاكور توا مثلا اجتماعي تقول لي سلم اجتماعي. طب بعدش باش نراو في ليزيكستري شنو هو السلم الاجتماعي، شنو هو الثمن نتاعو؟ الثمن نتاعو بعض ساعات باهظ وباهظ جدا. حبيت زاد نبدا بلغنا اليوم بكامل الاساء وفاة فتاة كانت حكاية معناها صارت في لواج في تطاوير متروحها من لواج. بون هما المعطيات الاولى ما خاطر سيرمون فما تحقيق ما نعرفش، انا ما عنديش اكثر معطيات، لكن حسب اللي صاير طفله راكبه في اللواج دونك الشوفور خلف الكياس سخطا مومون دخل على بيست خاطر قال حسب كلامه هو فما اشغال في الطريق وحاب يعمل قصة عربي. الطفله كي راتها هكاك تفجعت خافت معناها فما تحويل وجهها، حلت الباب ورميت روحها دونك تحت على راسها قعدت في السبيطار واليوم توفيت. نترحموا عليها والخبر هذا معناها فريمون حقه يحشمنا وحقنا نبداو معناها وين وصل المجتمع. ريت نقول لكم فما يلزم فما عقد اجتماعي، هذا حكيت وعي وحكيت داكورد معاك وعي، يمكن فما طبقة اللي تدعي بنفسها اللي هي صانعة رأي صانعة محتوى اللي هو ينجم يولي رأي، هذوكم اللي يلزمهم ساعة نبداو برواحهم ويبداو هما في حالة وعي. معناها مراهي ما هي صعيبة كي تبدأ معناها تعرف روحك ولا تعترف اللي تنجم تغلط، تعترف اللي انت تنجم تغلط ما قلنا لكش تغلط، كي تعترف تولي واعي هو هذاك الوعي. معناها كي تنجم تبدل رايك فيما احسن وتستعرف اللي تقول في وقتها في الظروف هذيك بمخ يعطاني قال لي راهو هذيا صحيحه. بعدش تنجم مش تقعد عاكش في مفهوم يقعد يتبع فيك حياتك كامله وبعدش انت تلموت تولي سجين المفهوم هذاك حتى ما عادش ترى اللي المفهوم هذاك ما عادش يوصل، المفهوم هذاك يلزم مراجعته، المفهوم هذاك فما شكون يستعمل فيه باش هو معناها يتغلب عليك ولا يهزك الهي. خاطر نحن توا ما نعرفش كان العباد الكل ولات كونسيون ولا، لكن فما حاجات قاعده تصير ما تفرحش وكان نتواصلوا هكا باش ندخلوا في حيط. دونك الطفله معناها علاش نقول نحن يلزم نحسموا على روحنا، خاطر ولاو ما عادش فما الثقه مع انسان مجهول تطلع معاه مع الحكايات اللي صاروا الاجرام البركاجات الرحمه حكايه برشا حكايات، ولو واحد ما عادش يحب يتفكر باش ما يحيرش له جايه. دونك الطفله معناها بالريفليكس ولا معناها الخوف من المجهول ريفليكس. ما نعرفش صار بالضبط بعديش يكون تحقيقات ولا اللي عمل العمله ولا اللي هو مسؤول مباشرة على شيء هذا يتحاسب، لكن معناها معناها واحد يتصور الخوف والفزع يلز حد باش يحل باب كهرباء تجري ويرمي روحه معناها الموت ولا لو ريسك معناها نتاع كونه واحد يحاول لها وجهتها ولا يغتصبها هي طالبة. وما نعرفش نحييه فيها معناها اللي هي دافعت على نفسها، خاطر المقاربة متاع الشرف هي الشرف. كان جد الدنيا راهي ما تخافش على ما يسمى الشرف، راهو الناس اللي يحكموا يقولك هي ليه مش نحكي عليها، هي نحكي معناها بصفة عامة اللي برد الاغتصاب خاطر الناس لابسة حاجة محزوقة ولا حاجة قصيرة اللي بررها كيكة هو عنده اشكالية في الشرف، وهو ما عنده حتى شرف خاطر من لا يمتنع فهو حيوان. فما حاجة جديدة فيما يخص الكورونا، فما خبر مريب معناها في الدنمارك 15 مليون من حيوان ذاك الفيزان الفرو نتاعو معناها باهي، وهم غاديك يربيو فيه على الفرو معناها الفيزان هذايا
15 مليون قاعدين معناها يعملوا لهم في اوتانازي خاطر هما ما يقتلوش ديريكتومون يدوخوا الحيوانات ويقتلوهم خاطر صارت ميوتاسيون تاع الكوفيد 19 ترانسميز معناها فما عدوى صارت ميوتاسيون الفيروس هذا اللي حال فينا فتريا تعدل الفيزون والفيزون هذاك الناس اللي يخدموا في المزرعه في مزرعه الالفاج تربيه الفيزون 12 انسان تعدي من الفيزون دونك كان ما يقضيوش على هذايا ال 15 مليون فيزون ينجم الفيروس ينتشر وكان ينتشر عن طريق الحيوانات تولي معناها الاشكاليه عويصه دونك برشا عبيد ماخذين الحكايه بجديه ولو انه هي خرجت عندها ايامات وبعدش نحن تعرف بالحكايات بالفيك نيوز وكل شيء واحد ولا يعس ويشوف دونك طلعت بالحق الحكايه مختره وتنرجعوا لها الجمعه الجايه كان عندنا اكثر معناها دي ديتاي على الحكايه هذه. بون نحن في تونس جاء وزير داخليه فرنسا تنرجعوا لها ونشوفوا شنو الزياره شنو وين وصلوا تنتبعوها عن كثب وتحيه زاد للجمعيات اللي بعثوا رساله مفتوحه رئيس الوزير الداخليه جيرال دارمانان وقالوا له راه سوا بعديك الكل مش كيف كيف وما يلزمكش تخلط ما بين المهاجرين وبين الارهابيين خاطر راهو فرق كبير وفرق شاسع فما معناها ملايين من الاشخاص ماشيه تخدم على روحها غادي في فرنسا ولا في اوروبا بصفه عامه وما عندهم حتى وهم الضحايا الاولانيين راهو مثلا فما اخبار على تشديد الفيزا لتونس معناها تونس ما نعرفش كيفاش بالضبط سمعت توفيق مجيد جبد على الحكايه فما دعوات لتشديد اعطاء التاشيره فما دعوات لتقليص الاعانه لتونس فما دعوات لي معناها توا حتى كي تشوف كي يجبدوا على الارهاب ما عادش يقولوا ارهابي ولا من داعش ولا هما يرفونديك داعش ولا القاعده اما هو يقعد تونسي معناها حتى ما يقولوش القاعده بعثت هذايا السيد باش يمشي يذبح هما يقولوا معناها السيد خرج من تونس وماشي يذبح دونك فوالا فما زاد وزاره الصحه منه هكا العبيد الكل اللي يجيو من برا يلزمهم تيست بي سي ار نيجاتيف اما ما عادش اجباريه الوتله تختار يا تقعد في الدار يا في الاوتيل 14 يوم ولا تعدي تيست بعد 7 ايام دونك نحات اجباريه الوتله دونك هذيك المؤشر معناها فما حاجات يمكن نحن قاعده تنقص الكورب وقاعدين نشوفوا اللي قاعده فما تحسن طفيف في الكورب كان من المنتظر اليوم يعنوا يمدوا الحجر ولا ما يمدوش مازال ما عنا حتى شيء وزيد ثبت قبل ما ندخل مازال ما فما حتى شيء لكن دونك هذا ينبأ كونه باش يتواصل بعد 8 نوفمبر باش تقعد هذايا الحظر التجويل والحجر الخفيف هما يسميوه في رئاسة الحكومة. آخر خبر أطباء بمستشفى المونجي سليم بالمرسى يطلقون حملة على فيسبوك لتجميع مساعدات مالية وطبية من أجل إحداث قسم كوفيد 19 هذايا بالمستشفى. دونك المبادرات هذوما ريتو الطب معناها سون كونسيون والمواطنين نتمنى كونه فما جمعيات زادة تنخرط في الشيء هذايا نعملوا على رواحنا كما يقولوها هذيك أكثر حاجة معناها اللي تنجم تمنعنا فاصل صغير ونرجع لكم إيفاب أوتو راديو ترجع لكم في السيزون 3 بأخبار جديدة في كل ما يهم عالم السيارات كل نهار أحد من 9 لل 10 متاع الصباح نجاوبوكم على أسئلتكم كان عندكم مشكلة في الميكانيك ولا تحب تشري كهرباء وتحب شكون يمسحك يكفي باش تطلبنا على 71-194-194 وانزل على الرقم 3 وسجل أسئلتك ميلا نوتخو رونديفو كل نهار أحد من 9 لل 10 متاع الصباح مع ميلا بن يوسف على EFM أحلى راديو أحلى ضحكة لكم تضحكوا أول مرة تشوف واحد طويل مليانة صغير طويل ديجا امي حبله بيا مشات للطبيب تعمل في ليكو قال لها عندك زوز توام فوق بعضهم بعضها بطان انا تولدت نهار 1 ديسمبر اما الحقيقه الولاده نتاعي بدات نهار 28 نوفمبر
انطلقت من مستشفى شار نيكول وفت في مستشفى الحروق بن عروس. والله يجبدوا فيها سكروا الكيس خيبوهم يبنوا فيه في قنطرة جديد. انتبه أشغال. ثمانية لتسعة متاع الليل انتم تسمعوا في مع حاتم على EFM أحلى راديو. رجعني لكم نبدأ بالماسك والسهلاك الأخبار. ألونزي ماسك والسهلاك للأخبار. صوت زينب بذا ماسك واستهلاك. تحية لزينب. عندي توا نهارين قاعد نقرا في الخارطه اللي هبطت تهبط نسبه الفقر في الجمهوريه التونسيه حسب اخر تقارير المعهد الوطني للاحصاء والبنك الدولي. هنا فما الخارطه كي ترى مثلا نسب الفقر من افقر ولايات مش أغنى لأقل فقر، خاطر ما عادش نجم نقولوا أغنى ولاية، ما عادش أغنى ولاية غنية، يعني لأقل فقر. النسب هذوما فما برشا معطيات يتم معناها أخذ عين الاعتبار بها، كما درجة ارتباط العائلة بغيرها من الناحية المادية، ظروف المعيشة، تجهيزات تملك العائلة، عمر رب البيت، عدد الناشطين في العائلة، المستوى الدراسي لأفراد العائلة، وضعية رب البيت في سوق الشغل. دونك هذوما المعطيات الكل يعطيونا الكلاسمون هذايا. ما نعرفش هيك تراو فيها على EFM TV. زدت معناها في بالالوان تراو خير تفهموا، معناها من الاغمق للافتح. نسبة الفقر اكثر ولاية مع الاسف، معناها ابناء الوطن اللي يعيشوا في الولايات هذوما، مانيش نعمل في ستيغماتيزاسيون، بجوست باش نعرفوا باش حتى اللي يسمعنا يعرف فين فما بلايص اللي ما يلزمناش بعض ساعات زاد نكونوا صعاب ونكونوا معناها نحكم عليهم هكاكا على ليجير. دونك يلزم في اطار، يلزمك تفهم شنو وصل فلان الحاله هذيك باش بعديش تنجم تعالج الموضوع. اكثر ولايه القيروان 34.9%، معناها الثلث متاع سكان ولاية القيروان عندهم، معناها نجم كلاسي فقراء، ثلث متاع ولاية معناها. بعدها تجي الكيف ب 34، القسرين 32، باجة 32، نسب فقر هذوما، سيدي بوزيد 23، سليانة 27، جندوبة، مدنين، مهدية في 20، قبلي، قفصة، بنزرت 17، سوسة 16% نسبة ماشية وتتحسن، جيبس 16 زادة 15، جيبس بون بريسك 16، تطاوين 15، توزر 14، منوبة 12، زغوين 12، منستير 8، نابل 7، صفاقس 5، ليانة، بن عروس والعاصمة 3.5. معناها نشوفوا الفرق ما بين القيروان 34.9 وتونس 3.5. هذوما الارقام معناها ما نعرفش هل واعيين اللي السيتويسيون ما عادش نجم تكون تمشي اكثر من هكا، خاطر نحنا كنكملوا هكا يمكن تولي الولايات الكل فوق 20 فوق 30، وهذا مازلنا أثار الكوفيد، أثار الحجر الصحي الشامل مازالوا ما خرجوش 100%. فالوقت هذاك وقت اللي نحن راهو في الكارتة هذه، قلت أنا مجلس النواب الشعب راهو منكب على جملة من القرارات، راهو فما اجتماعات يومية. يا أخي قولوا تعملوش اجتماع يوميا كل يوم على ولاية تشوفوا تحاولوا أموا حاجة، أموا قرار ينفع الأهالي متاع الجهة ذيك. لكن العرك عرك آخر، والعرك معناها بالتسبب وتراشق التهم والتطيح القدر. هل مازال فما قدر في المجلس؟ نسمعوا طارق الفتيتي اليوم جاي بحث خلود في 90 دقيقة، وانا شفت الفيديو معناها في المباشر فما بالحق وجعني قلبي، خاطر يمكن السيد النائب رينيه حرك برشا في بعد الثورة، تنقل بشي من حزب وصارت مشكلة نيدي، وبعد شريقة روحوا في حزب سليم ريحي وما في بالوش، وبعد
إلى آخره، معناها مسيرة سياسية فيها برشة كهريب كما نقوله. وبعد معناها كي قاروح النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب، معناها يهبط فيه سيف الدين مخلوف تدوينة ما نحبش نعودها، خاطر أنا ضد المقاطعة، وحتى وقت اللي قالوا قاطعوا النواب الائتلاف الكرامة أنا ضد ناس انتخبتهم، أما زادة أنا جو بريفير ما نقاطعهمش، أما جو بريفير ما نعودش الكلام اللي يتقال، خاطر الكلام ما يتقالش، خاطر الكلام معناها إهانة مش لطارق الفتيتي، إهانة للناخبين تاع الناس اللي ينتخبوهم باش يحلوا لهم مشاكلهم، وهما توا معناها مبادراتهم مبادرة مباعة اللي شفناها البارح بايعينها لنبيل القروي، مبادرة انسبيري باش ما نقولوش كلمة أخرى، خاطر هو استعمل كلمة صانع، قال راهو الصانع الثاني متاع عبير موسي. نحن معناها هنا حتى في المنبر هذا حتى ورا الميكرو ديما نحاول لا ليميت، ونحاول ما نجرحش، مش نجرح معناها نجرحش الناخبين، راهو النواب ما عادش يعنيهم لحد شيء، ونعتبر برشا توانسه ما عادش يعنيهم لهم حد شيء. لكن نقول انا مصدر الناس هذوما باش تخلط غادي، فما ناس انتخبتهم وعطاتهم الثقة. دونك خلينا نحكيو مع الناس هذوك، كان هما راضين بهم هكاكا ولي الخلل اكبر. معناها اونوز با الحق نتصوروا اللي تمشي انت تقول ترى هكا ليست نتاع ناس باش ننتخب، تقول والله ننتخبوا ذاك خاطرو يسب، خاطرو يضرب الحجر، خاطر ما نعرفش انا فين، معناها شنو وين ينجم يوصل المخ. بغيف لكن طارق الفتيتي خذيته ان اكستري برك وقت اللي يحكي على كيفاش يتعامل مع الصبان. شوف انا في حياتي العاديه كاش تربط بالله، وي هذه ما يعرفوهاش العباد. وقت تجي في المكان هذاك الكرسي هذاك عنده ناس قامات قعدت ترأست الكرسي هذاك، قامات تشوف تصورهم موجودين، تجي على بدلك على صحتك تقبل من ناس ما نجمش نزيدك أكثر من هيك، إنه يسيئلك وإنك تتحكم في أعصابك، مرات تشدك كرومب تشدك حتى بالتعب تشدك برشا. فاصل ورجعين طارق الفتيتي. معناها منعرفش بون الفيديو أوضح أكثر، لكن ما نجمش يكمل الجملة متاعو، خاطر بالحق نحسه اللي هو راهو يكون يستسهلوا، ما نعرفش تستسهل باش تسب بالطريقة هذيك، خويا سب على الأفكار مش تسب، معناها ناقش كون حاد، أي كون حاد. هاكا حتى عبد الطيف العلوي بدا يتبرى شوية من الكاكوفونية هذه اللي صايرة، معناها نائب رئيس أنت تقدر بلادك وتقدر الدراب وتقدر مجلس النواب اللي أنت فيه، وأنت تقول أنا نائب ويحكي معايا حد وذاك زاد راهو نائب كيفك. معناها توا قلنا العركة إيديولوجية بينك أنت وعبير موسي، وهي زادة مش ناقصة وزوس في بعضكم، منه فيه زيت ويقلي، حتى بعد ساعات تجي باش تقف مع حتى قام زوز غالطين. بغيف أما طارق الفتيتي شو مدخله؟ شو مدخل هالسبين وهالزريقة هذية؟ هاك تحس روحك أنت معناها مهم جدا، مهم معناها وراجل تخليه بالوضعية هذيك، خاطر هو قال كان نحترم المنصب، هو كان جاي زميلك راهي صارت حاجة أخرى. بغيف جوست باش تعرفوا معناها المستوى اللي قاعدين نعيشوا فيه، وجوست الناس اللي تنتخب هكاك بالعاطفة باش تعرف شكون يضرب عليها بالبونية. نحنا ننتخبوا عبيد باش يضربوا علينا بالبونية، مش هما باش يضربوا بالبونية. باهي نمشيو اللي يهمنا أكثر والحاجة اللي تخصنا. البنك المركزي البارح معناها نقلة نوعية في الخطاب السياسي قام به سي مروان العباسي، خاطر كان صريح وجاء في عقر دار الخلالات، في عقر دار العقم الفكري والابتكاري والتشريعي، وجاء قال لهم الحقيقة متاعهم الكل، حكومات على مجنويب على اللي تحب انت، على عبيد الكل. الاكسري بون ريتو سمعتو برس اكسري، ثم اكسري الاولاني اللي معناها باش تعرفوا الحكومات وقت تصير في مشكلة يعمل البلاسيبو. رجل الدولة ما يخوش قرار متسرع باش ينقص عليه الضرب، رجل الدولة اللي كيخاطب الشعب، الشعب يسمعوا حتى كي يبدأ مش موافقوا على القرار، أما عنده ثقة يمكن هو عنده رؤية أخرى.
الشعب هو معناها اذا حط فما حاجه مش فاهمينها. معناها نحن نحطوا في ناس بالانتخاب باش هما يتحملوا مسؤوليتهم وهما مش قاعدين يتحملوا مسؤوليتهم، قاعدين يربحوا في الوقت. اللي دخلوا المجلس النواب 2019 الاغلبيه نتاعهم تخمم في انتخابات 2014، دونك الخمسه سنين هو يعبي في وقت. كما واحد مهبط كابوسان يترشف فيها شدوا سبع سوايع وهو يشلل في عينيه، المراه اللي متعديه يهزها بعين والطفله اللي متعديه يهزها بعين، وهذوكم هما ذخروا للوطن وهذوكم معناها مستقبل تونس. بريف، دونك نسمعوا الاكستري الاول على الاشباح. احنا عملنا لو اي والت والديجيتال، معناها وقت اللي عملنا في الفتره الصعيبه في تنبك الكريز في 15 يوم وصلنا للناس للناس باش ياخذوا 200 دينار، وفطنا اللي ثم 700,000 موجودين اللي مش موجودين، معناها خرجوا هذوما سميهم انا الاشباح اللي خرجون 700,000 وصلنا لهم 200 دينار باش كلهم خذاو اترافيس كون ابيل لو بورتفوي الكترونيك. علاش البورتفوي الكترونيك 700,000؟ والحقيقه الارقام اللي ريناهم معناها الناس اللي قل من 20 دينار 100% عندهم تليفون، معناها 15 يوم قبل عنده تليفون واحنا نجموا نوصلوا له الاعانه. راو بنت انا ما فهمتش برشا، اما فهمت حاجه معني ما فهمتش الميكانيزم اللي يحكي عليه، لكن تستعمل كلمه اشباح راهي مش جراتويت. فما برشا اشباح نحن في الاداره وفي المجتمع اللي قاعدين نحن نتسائلوا، قولوا بك نعطي فيكم في ارقام الفقر، تقول الناس هذوما الكل ما تنجمش تعرف 200 دينار اللي تظهر لك انت كموظف حكايه فارغه، ولا تقول بالحق نحن كي تقول 200 دينار تقول باش تعمل له 200 دينار. هو فما عبيد 200 دينار يبدا يعيش مثلا في ظروف قاسيه جدا، يقسمها على اربعه 50 دينار في الشهر نجم يعيش، نجم يشري مش ينجم يعيش ما يتلزش للطلب. معناها هذا السميق اللي ابار الحاجات الاخرين ما يتلزش 50 دينار يعبيها خضره، كان هو يسكن في منطقه معناها ينجم عنده فرصة باش من سوق لحد يشتري ولا سوق أسبوعية بغيف، تحفظ الكرامة ما يقفش في الشارع ويطلع. دونك الأشباح فما برشا أشباح، مثلا برا فما تحقيق ريتو عندي نهارين عملوه في سوق منصف في سوق سيدي عبد السلام، فما حاجة صغيرة تقالت حتى حد ما ركز معاه، فما موظفين يقص من اللي يهبط من الوزارة ولا من الإدارة متاعه يهبط ساعتين ديك ينصب حاجات يبيعهم وما عادش يرجع للدار. يعني هاو في بالك فما موظفين عندهم نصب معناها ألاني بلاصة هذيك نتاعو معروف. دونك هاك تراو الخلطة معناها كل مرة نكتشفوا حاجة جديدة ولينا الظاهر والباطن كيف كيف كي بعض. الكسير الثاني اللي خذيته على مروان عباسي اللي هو تقال برشا لكن في قراءة أخرى، نسمعوا الكسير. ما يلزمناش نسكروا فانا ونحلوا فانا، يفو فير تريز اتونسيون، جو فو با كلي مو، معناها سي تريز امبورتون جو فولي لو دير، معناها ما يلزمش اليوم معناها عندنا فوسفات وعندنا نفط وعندنا معناها انتاج كبير وعندنا معناها تصدير وعندنا مسكرين البورت ومسكرين معناها الفوسفات ولينا نوردوا في الفوسفات ومسكرين البترول مش قاعدين ننجو ونجيو في نفس الوقت في اخر وقت نقولوا هاي بنك سنترال اجا اتبع الفلوس وخلص، هذا مش ممكن. وحبيت زاد نكون صريح معاكم، وانا راني صريح ما عنديش حتى اشكال، ما عندي حتى اشكال مع الوضعيه الاقتصاديه، ديما ثم حلول، اما الحلول لازم تكون حلول معقوله واقعيه، واحنا الكلنا نهزوا المسؤوليه نتاع الحلول نتاعنا، مش ممكن اليوم نكملوا بالطريقه هذه، كل ثلاثة اشهر ثم حكومه، كل ثلاثة اشهر معناها ثم وزير ماليه، وكل ثلاثة اشهر ثم برنامج جديد، هذا مش ممكن، يلزمنا فتره كبيره وقت اللي نعاودوا نحطوا فيه البلاد في الثنيه، والناس الكل ورانا، راهو الناس الكل تحب تستثمر في تونس، وما نمنش اللي كونوا في الفتره القادمه معناها ثم بلاد خير من تونس في الاستثمار، اما يلزمنا احنا نكونوا واضحين بالنسبه للمستثمرين الاجنبيين. في العوام الاخرى يمكن اكثر كلام اتقال عقلاني معقول وتشخيص ومعالجه وبادرة حلول للازمه. معناها اللي ما نعرفش قداش من نائب حاضر في المجلس ولا هالكسري، مانيش نحكي على الفانا، الفانا سي سامبوليك وعنده الحق. وطبعا بعديش مع خذيت لكم دوز اكستري جوهر بن مبارك تتفهموا شنو اشكاليه الفانا في كامور، راه مش الظاهر هو الصحيح، خاطر الكلام اللي قاله جوهر بن مبارك هو كان غاديكا
ونحن نسمع فيه ما تجرأ حتى حد باش قالوا. أما كي تجرأ اليوم جوهر بن مبارك وقال الكلام هذا خاطر كان هو ينيغوسي منه لهم ياخذ وجهة نظر متاعو، حتى كان تبدأ فيها شوية إشكاليات لكن راهي قريبة بارشة وتفسر بصفة عقلانية المشكلة وتفهم العبيد. يقول لك أبريتول كامور أخي حاروا في فانا، حتى نوريكم بعد علاش حاروا في فانا. دونك الكلام اللي قاله العباسي ظاهر واضح، استقرار سياسي، برلمان يحترم الناخبين ويحترم الشعب ويحترم زاد صورة تونس في الخارج، والاستثمار يجي بصفة طبيعية. رانا تونس ستين سور لا روت كوميرسيال، معناها تصور 3000 سنة ما فماش حضارة في 27 ملة جات لتونس مش من عدم، بلاصتها استراتيجية كوميرسيال ما ساعة على الأوروب، ساعة على الأوروب، معناها كان جات دنيا دنيا رانا بونليو، نحن تونس بونليو متاع أوروبا. تعرف البونليو في المفهوم في العالم أجمع، البونليو هي المكان الجميل اللي الناس يرتاحوا فيه ويبعدوا على جوج من المشاغل اليومية في وسط البلدان الكبار. دونك نحن كان ام بي بونليو، يعني يلزمنا نسوقوا لذلك، وراه في المراحل متاعنا في تونس ما بعد الاستقلال أشك فا وخممنا هكيكا، يعني كسبنا برشا الفترة متاع هيدي نويرة عبر على الشيء هذا. هيدي نوير عمل لوا 72 علاش؟ معناها يا اوروبا انتم شيخين وعندكم الدزه وتلبسوا برشا وكونسوميو برشا، نحن تكستيل عنا، نحن هاي تكستيل عنا، نحن نجموا نعملوا ذاك بالاجرو اليمونتير. فتره ما عملناه بالكابلاج وعملنا باللي كومبوزونت نتاع الطيارات والكراهب، تو الدنيا كريز، طياراتهم كريز، كراهبهم كريز، الغذاء الصناعات الغذائيه نجم تعوض السياحة ولا حتى السياحة، هما السياحة معناها كانت تطور السياحة البيئية ولا السياحة المصيد متاع عنا الحلوف هيج في عالديار، جيبوا الناس من برا يعملوا دي باتيو اوريجينال، الناس تعمل لي باتيو في الغابة هزوهم لتوزر، فما حلوف هيج على عن لي زوازيس، العبيد غادي تجيب دي توريست بالكواد وبالواحد يحس روحه حاجة اوريجينال، بيعوا الاوريجيناليتي. مي على غالب، على غالب شحال تقول؟ باهي، في حكاية السياسيين فما انترفيو متاع الأزهر العكرمي، الأزهر العكرمي بعد ساعات ينجم يقول حاجات مش عفوية بيان سور، هو يعني في معناها هو رجع للصحافة يقول أن صحافي أكثر مني سياسي إلى آخره، لكن هو عاش في وسط السيستيم، السيستيم المعقد اللي عشناه في فترة ما بعد 2014، التصالح والمصالحة وما يسمى ذاك رجال أعمال وكل شيء، فما واقع نحن يمكن العبيد يقولوا سيد الرئيس قام بمبادرة، الفلوس علاش الناس ما ترجعش الفلوس اللي تسالهم البنوك، وعليش الفلوس اللي تفكت، وعليش المصادرة كل شيء، قال بعفوية يمكن ولا قالها ما غير ما يقصد، لكن في الإكسري هذية باش تفهموا شنو الواقع وعليش برشا مثلا مسؤولين اللي عندهم لا فولونتي اللي يحبوا يسترجعوا شويه فلوس ولا ينظفوا شويه الدنيا، لكن زعما نحن كان نسترجعوا الفلوس هذيا قبل ما نخمو باش نسترجعوها، نجموا نسترجعوها نعم ام لا؟ اسمعوا الأزهر اش قال. ثم ناس هنا ماخذين قروض، تلقى قروضه 200 مليار وكان تجي تبيع له مخلة في تونس ما يجيب كان 10 مليارات، ما تلقى ما تراه انه تبيع، وين الفلوس؟ فلوس برا، تو نضحكوا على بعضنا البرا، والبنوك تو احنا نحكوا على لي بارادي فيسكو، نحكوا على الجنات الضريبية، والدول كلها تلعب فيها جنة ضريبية ويخنقوا فينا احنا هنا باش ما تجيش فلوس من ليبيا ولا من طلعوين ولا من كذا، هم يهزهم وياخذوا غادي، كلها جنات ضريبية للدول الديمقراطية، كلها اللي يهز فلوس وغادي. نعطيك انا واحد كان جيعان معانا ما عادش نحب نسميه، ضرب ترواز ابارتمون تو في باري 15 ويدور في 50 مليار في فرنسا، شبيه ما سالوش فلوسك منين؟ كان هنا عنده كهرباء مربوطه بالتل. يا اخي هاي يا اخي هاني غادي الفلوس. ولا عنده الفلوس. دون تعليق بس قولك. هذا الكل ما جاي ضعف الدوله ولا جاي من نحن اللي ما نحاسبوش ولا نحن اللي ان لهين في عركات في مجلس النواب في دروش في لايف في واحد، فهمت؟ هذاكم تخبنيهم نحن
دونك نستاهلوا. باهي نمشيو لحاجة مفيدة أخرى. نقعدوا ديما في التيماتيك خاطر حاولت أنا نجمع ديزكسري اقتصادية أكثر منها معناها المزج بين الاقتصادي والسياسي. جوهر بن مبارك كان من الوفد المفاوض في الكامور ونحن باهتين توا علاش رئاسة الحكومة ما تنجمش طبق القانون، علاش الدولة ما تنجمش طبق القانون. نحن ديما نلخصوا الدولة في رئيس الحكومة، لكن الدولة راهي نواب خاصة في الجهة راهو أمن راهو والي. الدولة في تتوين زادة معتمدين عمد رؤساء بلديات نقابات مجتمع مدني ومجتمع شبه مدني ومجتمع مدني مشبوه. هاني فرشت لكم فرشة باش تفهموا على شنو قادمين. نسمعوا الاكسري الاول نتاع جوهر بن مبارك وكان اللي عنده قلب ولا اللي عنده مرض مزمن لطف عليكم يحاول يسمع شطر الكلام مش الكل خاطر شيء خاف قوم معناه يطلع لك الدم. 10 سنين و12 سنة محمد ناس بطالة ناس بنات تبكي تقول لي أنا قريت المات ونسيته ما عادش نعرف هكا اليوم تعطيني باش تحب تخدم في البيئة المواقع في البيئة في قطاع البيئة هذه معلومة نقولها ومش نكتب أنا في المسألة هذه باش نعطي نكشف كل الحقائق بلايص في البيئة والاعتصامات وهذيك محاضر الجلسات اللي هي بعاملينها باتيندات ماهيش محاضر جلسات تباعت بالفلوس تتباع بالفلوس اليوم قبل ما يدخل يخدم تتباع يدخل الاعتصام يخلص فلوس نواب يستعملوا في الاعتصامات مسؤولين محليين وجهويين ونقابيين يستعملوا في الاعتصامات لابتزاز الشباب هذاك وياخذوا من عندهم باش يدخلوا يخدموا بعد عامين وعامين ونص اعتصام ما تبعدوش باش نزيدكم لسويت قاعدين تفهموا معناها اوضح وقال باش يكتب عليها الحكايه بعناش باش يكتب كتاب ولا وهنا معناها ما يلزمناش نتحكموا عليه خاطر بالحق ناقصين برشا كتب هاك تراو اسمه هو التقرير دائرة المحاسبات هاو كتاب هاو تكتب هاو عندنا درا قداش من عام وفما انفيلات في التمويل الحملات والمال الفاسد والسياسي لاخره لكن ما دام مكتوب ينجم اي حد حتى بعد عام عامين 10 سنين يرجعوا له حاجه موثقه مكتوبه دونك نشجع السياسيين اللي راهو عندهم طاقه ولا اللي راه هو ينام خيانه سوغو بروشي هي ما نصعبوهاش عليهم ولا المسؤولين انا بعد ساعات الرا جماعه معناها كانوا يحكموا قبل الوقت بن علي معناها من غير ما نسمي منهم خاطر هم ما يحبوش يتسموا دونك نحترم الشيء هذايا وديما السؤال اي واحد راه من القدم كي راه يقضي ولا حاجه نسأل نقول له علاش ما كتبتش حاجة تحكي على الفترة خلينا نفهموا كيفاش الميكانيزم كان انت باهي توا صارت ثورة وركشت وما عادش انت ظاهر لكن حتى كان تعتبر روحك أسأت التقدير ولا أخطأت في حق الناس باش تنجم تصلح الشيء هذا سوء التقدير باش ما نقولش خطأ سوء التقدير نتاعك عطي اكتب لنا كتاب راهو الألمانيا الشرقية الألمان حاجة عظيمة وقت اللي صارت معناها طاح حائط برلين الخوض هذيك ولا ريونيفيكاسيون كان المقاربة كانت سهلة ومنطقية جدا جاءوا قالوا دعاوا الناس اللي كانوا في معناها تابعين الدكتاتورية السوفيتية والكوميونيزم والارضياء والستازي وشي ذيك خاصة الستازي اللي كانت شرطة معناها لا شفقة لا رحمة قالوا لهم الناس اللي يحبوا يندمجوا في المجتمع الجديد الألماني المتحرر التقدمي اللي عاودوا توحد يفكنا المنظومة القديمة ولا يعطينا المفاتيح باش نفكوا المنظومة القديمة نحن المنظومة القديمة تولت رجعت بقوة وتلقاها في الأحزاب الكل والناس الكل ولات كل ميركاتو فلان هذا عنده باس دو دوني نتاع شعب دونك تتعارك عليه الأحزاب وفلان اكسيتيرا دونك لا نظموها البلاد زادوا بالعكس معناها زادت تتأزمت من اللي كان فساد في رأس والرأس هذاك العبد الكل مركز معاه توا ولاو ريوس بارتو دونك نحن ما عملنا حتى شيء والناس اللي اجرمت في حق الشعب هذايا وقت الديكتاتوريه
تعاود ترجع تجرم بطريقة أخرى يمكن أكثر ديمقراطية، لكن هو نوعا من الإجرام كي ما تفككش القنابل ولا القنابل الموقوتة. وقت زون عملوا وفاة الحرب في الفيتنام والاندوشين، فما ناس اللي حطت زرعت المينات حتى هم روح الجيش على روحه ومشي، وقعدوا عشرات سنين من بعد حتى في إفريقيا ناس تموت بالمينات اللي قعدوا. دونك نحن يا أخي إذا فكك للمينة ما فك حد المينة، المنظومة قعدت هي هي والناس ركبت على نحن ديما كنا نحسب ونقول فلين ركب على ثورة، هو ليه الناس ركبت على السيستم القديم. نسمع لك سري ثاني. فما فساد مريع، علاش الناس شادة صحيح في البيئة في بالك ويقول لك يا سيدي وصلوا مسؤولين، قالوا لي علاني هك ما حشناش بحد شيء، اعطينا بلايص نتاع البيئة اللي هما شركات فساد، واحد ما يخدمش ويخسر فلوس غير اساسا، لانه البلايص هذيك تباعت قبل ما يدخل يخدم، ناس قبضت الفلوس وخايفين للشباب هذاك يخرج وينطق ويقول ويتحرك ويتكلم، وكانت هذه السياسه اللي احنا ماشيين فيها. نحبوا نوصلوا السارق لباب الدار. للاسف الحكومه نتاع سي المشيشي جات ورجعت تتفاوض على مساله البيئه، قدش من موقع البيئه، فساد كبير ينخر في قطاع الفوسفات وفي قطاع النفط، والشباب هذا الكل ضحايا، ضحايا سياسات الدولة، ضحايا المسؤولين اللي قاعدين يتاجروا بهم، ضحايا اللعبة السياسية، لأنه جزء كبير من الاعتصامات ووقف الإنتاج وتعطيل الإنتاج جزء منه لعبة سياسية. في الحوض المنجم باش توقف اعتصام باش تسرح سكة وباش تسرح الكياس تتفاوض مع النائب، نائب في البرلمان هو اللي عنده تحت يده، هو عنده القرار يحل ويسكر. شو قولكم؟ معني بالحق ما يلزمكش تخمم راهو بالعاطفه، مش خاطرك انت مثلا تعيب على جور بن مبارك ولا يظهر لك ابريتو استاذ جامعي ومثقف وعنده في مخه، وحتى كان التماشي نتاعو ماكش موافقه على التماشي، اما ما ظهر لك مش يكذب على الشباب تطاوين ولا يكذب على خاطر الشيء هذا نعرفوه والشيء هذا نعيشوه، وبرشا عباد يتصلوا بيا حتى انا معناها بصفة خدمتي ولا حتى زملائي حتى الكل، معناها نحن الصحفيين ونجد اي صحافي عنده برنامج تترى يجيكم بعد ساعات حاجات غريبه اللي انت ما تصدقش. انا الحكايه هذه حكاوها لي عندهم يمكن عام ولا عامين التالي، معناها يقولوا لي وقت اللي كنت نخدم في 90 دقيقه كانوا يجوني دو تون زون تون يقولوا لي راهو الاشكال هذاك نجم يتفض كان فما طبقه كامله نتاع عربنيه، معناها كي عرفوا الدوله ضعيفه والفانا تسكرت، وشكون بعثهم سكروا الفانا؟ تبعوا الغرزة اللي بعث الناس بسكر فانا هو اللي معربن وبيع عربن للناس اللي بيشتغلوا. راهو سيفيات تبعث بالإسماس مش لعبة، ماناش نفضلكو، راهو اللي معناها فما عربن تتصب على خدم، فما ناس يدخل في خدمة العامين الأولانين متاع شهريته باش يصبهم للواسطة، والواسطة شكون؟ هو اللي نجم يوصلك الخدمة. دونك هو ساقه في ركاب، ساقه في ركاب الناس اللي تخدم، معناها رابط خيوطه مع سيستيم اللي هو اللي دخل واللي هو اللي خرج ناس من الخدمة، والسيستيم هذايا هو اللي صانع لكم هالخريطة هذية متاع الفقر اللي فيما 34.9% في القيروان نسبة الفقر. فاصل صغير ونرجع. طارق الحناشي وبقية الكيب والضحكة جارانتي. نوفل جيني غاسيون. اي اف ام احلى راديو احلى ضحكه. عندنا جارنا مغروم بتربيه الكلاب، حاشيكم كل يوم يخرج كلبه مساعتين تاع الليل ما يخليناش نرقدوا، ذا كلبه شنو مسميه جوجل، وكلبه كان تشوفه ما يجيش حتى بوك، خايب برشا كلب يبك جوجل جوجل وكلب حاسلو زي مره الكلب بتاعه بيم، وكلب صدق على الاخر ياكل كل شيء كلبه، مره كليت ترونترو اديس نتاع مولاه ولا ينبح هكا الكلب. جاء ميساج. من 8 ل 9 متاع الليل انتم تسمعوا في مع حاتم على اي اف ام احلى راديو. كاريكابتور.
كما الترونترو ديس مت بالضحك. كاريكاتير نشوفوها في ساعه خرجت غدروني بالكاريكاتير. تعرفوا سمعتوا باللطف عليكم مازال المرض الكل عملنا فيه قائمه. دونك لاروس ميديكال الحق فرح بينا الجماعه هذه عندنا مرض جديد وتحيه للناس اللي اللي كل يوم حقنا نعملوا مخبر كبير نتاع بحوث الطب الكل اللي مش فاهم خدمته واحد يجي لتونس عنده مجال كبير باش يرقى برشا اشياء. دونك سمعتوا بمرض اللسان الازرق اللي تاثير الايجابي خاطر فما وراه كل اسمع كل مبقى فيها السلبي برشا شويه ايجابي اللي طايح شويه سوم الحم. بغيف دونك واحد يسال في قالوا شبيه لسانك ازرق قالوا ماني عندي 10 سنين وين نبرر في خيارات النهضه. دونك اللي لسانه ازرق تلمو يبرروا في الخيارات نتاع النهضه والشيء اللي صاير والريسك الكبير خاطر فما ناس راهم يغيروا عن النهضه كما يغيروا اكثر من يحبوها اكثر من عائلتهم. الناس حالت عينيها في الحركه هذه في الحزب هذايا ويعرفوا اللي شبح الانشقاق ظهر. شكون اللي ديما يبرر؟ شكون؟ الهاروني. نسمع الهاروني اش قال على الزعيم رجل الغنوشي. قديش حياتكم الكل سي عبد الكريم كنتوا ضد الحكم مدى الحياة باقتراح زعامة الغنوشي على رأس الحركة؟ هل ليس حكم مدى الحياة؟ لا، أولا أنور راس الغنوشي زعيم هذا واقع مش أنت باش تقروا وإلا حد آخر باش يقروا. كما فرحات حشاد زعيم، كما بورقيبة زعيم، كما حبيب عاشور زعيم، وغيرهم. راس الغنوشي زعيم، هذه حقيقة ما شحنا ابتدعناها. عرفتوك اللواج متاع الزعامة خارج ألحق لا تمنك هاوكا معناها. سي عبد الكريم الزعيم يختاروا تاريخ الزعيم. ما سمعتش أنا واحد مازال حي ويقول أنا الزعيم. يمكن عادل إمام قالها لكن ما نصورش اللي راشد الغنوشي عنده الموهبة متاع عادل إمام باش يمثل كيف ويضحكنا كيف. نمشي ونحيو الماسك. لا ماسك. هيا سيدي بن سيدي لطفي المحراحي تعرفوه. سمعتوا البارح انترفيو كان ضيف شاكر بالشيخ. معناه من قبل هو العبيد تحبوا شويه على الوهره وشعبوا كيفاش هكا ويظهر هكا معناها اكلي صعيب. دونك البارح انا ركزت في الخيارات الاقتصاديه نتاعو. مثلا كل خيار فككنيه شويه معناها الحلول اللي يعطيها حكايه التدقيق تنجموا ترجعوا للانترفيو وتشوفوها موجوده في ما خانتنيش الذاكره. ما يثبت لنا الاكستري خذيته من اي اذاعه ما خاطر نجم نلقاه توا شوف لي نربحوا وقت باش نعطيو الناس حقهم زاد. دونك ارجعوا له للانترفيو تفهموا الخيارات. من الخيارات اللي قالهم قال مثلا انا توا الاستهلاك التونسي معناه يلزم اي حاجه نستهلكوها تونسيه. ديوان اف ام تحيه لزملائنا ديوان اف ام بالحق معناها يمكن خاطر ماهيش واس معناها البث نتاعها لوكال في صفاقس وفي الجنوب التونسي لكن بعد ساعات انا نلقى دي بيبيت عند ديوان اف ام ونوجه لهم تحيه. دونك الاستهلاك التونسي وهذاك من الحلول اللي نجم يحرك الاقتصاد. دونك هو قال على الاستهلاك التونسي شاكر بالشيخ ضحكني سالوا سؤال نسمع الاكستريم. فهذه كلها فلوس مجهود نتاعنا مشى لبرا. هذا المشكل صوتك منين؟ هذه التركي تركيا هكا مكتوب عليه ايغو بوس سي اون كونتر فاسون وغالطه. اما هذه من عندي اي سي اون كونتر فاسون. تصور معناها ساعه يحكي الراجل طايحوا كل شيء في البيت. ريت سي لطفي كي نبداو ليكسيد كونفيونس ولا سوفيزونس بعض ساعات راهي تكون عواقبها وخيمه. معناها تطلب من الناس والسياسيين مش راهو اللوم موجه لي هو معناها هو ربي عينه. لكن اللوم موجه برشا للناس اللي ما تقراش حساب الابتدائي. مثلا
تنبك الكورونا تعمل اجتماع وانت كطبيب وطبيب في اختصاصك وتمرض وتمرض معك جميع معني الجانب هذايا معني يفالي كومونسي بروحك بعديش نجي تحكي على يزم سهلك تونسي وانت لابس فيستا ساعة الماركة متاحة ما هيش تركي وانت ماخذها من تركيا من عرش ما غادي من هنا و اون بلوس كونتر فاسون معناها انا كمؤلف مثلا كونتر فاسون عندي انا معناها عدم احترام حقوق المؤلف اللي هو ايغو بوس ولا اللي سو كي اون ديسيني سو كوستيم واللي 50 سنه ولا 40 سنه وهما محافظين على السيناتور نتاعهم خاطر عربون جوده وعربون واحد نحن كونتر فاسون هذا منوال اقتصادي نجم نعملوا عليه سيلوت في المراحي نعرف انت فما زاد جمله ما قصيتهاش لكن هو يقول الحزب نتاعو ولا بديهي اللي هو متقدم على الاحزاب الاخرى باربع خمسه سنين فما كلام قالوا عنده اربع خمسه سنين وهو متقدم عليه على الناس الاخرين نسمعوا لك سريع شنو الاخرين شنو يطرحوا شنو يقولوا شنو قالوا شنو الحلول المقدمينها انا نقول لك تونس انا تخرج انا نخرجها ستة اشهر نخرج تونس من الازمه نتاعها ست اشهر نخرج تونس من الازمه نتاعها بالكونترفاسون وبيغو بوس من ترك نمشيو الماسك الختام ماسك الختام باهي هذا الاكسري باش نقدمه في مترو في فرنسا وعنا واحد عامل البطيط في فرنسا عمل البطيط في فرنسا والعواقب وخيمة باش نقعدوا قصفها للسنين كسياحة وهم السيد هذايا تشدوا الكونترولور مراسكي ومش حاطط بافيت دونك الكونترولور يحكي مع مواطن تونسي يعيش في فرنسا نسمعوا الاكستري في الاخر حطينا بيب خاطر فما كلام خايب معناها ما خلى ما قالوا معناها فوز ايماجيني ولا العبيد اللي كان رات الفيديو معناها العبيد كل محترمة الماسك والتباعد وهو الماسك حاطه راه يدلدل في يده معناها كان حقه حاطه شخاص انت مراسكي هو مطفى عليك الضوء ما هو كبش في الماسك ما كبش في التراسكي متاعك في مترو دونك شفتوا كيفاش والراجل ما ظلموش يخدم في خدمته معناها يكلمه باحترام مسيو مسيو لاخر تو فو والرب ريش راه معناها فما سبان معناها سبان الجلاله وسبانك النوع الاخر اللي أكري يخلي معناها النوع الكلام اللي يخلي الطفلة تحل باب بلواج وترمي روحها من لواج دونك فوالا هذاك وقعنا ونحن ديما هذا لا يمثلنا هذا لا يشبهنا وشرذي ما ظل وهذوكم ما درشناوا ونحن في عمقنا الثقافي عنا رواسب متاع حاجات كان ما نشوفوهش وحدنا ما ناخذوش المبادرات نحن خليوا العبيد تاخذ مبادرات في بلاصتنا الى ان يجي يوم يبنيوا علينا حيط ويخليونا ناكلوا بعضنا في بعضنا حب كان بيودي الويكاند وجافي بريفيو حتى نكسري من غنيه لكن هاكم تراو حتى كي باش نحلوا حاجه ونحاولوا ناخذوا الماكسيموم تاع معطيات نلقاو روحنا في الاخر مجبورين نفاو بحاجه ترجعنا للواقع المرير ما يزمنيش انا دوري باش ما نخبيش الشمس بعين غربال انا دوري باش حاجات نحاول نحللها نلقى لها اجابه لكن في الاخر نقعدوا مستقبلنا وامورنا وكل شيء هو ملك لنا نحن ونحن عندنا المفاتيح الكل باش نحلوا بهم ازمتنا
ارتاحوا سامدي ديمونش. انا بدي زاد ما عادش عندي جوستو باش نخرج للشارع جمله باش نغم على راسي ونقعد في الدار نحاول نكتب حاجات يمكن تراوهم يتحركوا في رمضان الجاي. نقول لكم باي باي، تصبحوا على خير.